السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السي الحاج أهلا للنزهة. يا مرحبا. كيف عليك؟ أنت بخير؟ الله يطول عمرك للا. كي داير أنت مع الجرا؟ كي داير مع صباعنا والطبرزيت ديالنا؟ لا الحمد لله، لا خير كبير الحمد لله، اللهم بارك. والله يخليك لينا بركة. بالنسبة لي أنت الأخ العزيز الأب الحنون. الله يطول عمرك للنزهة. بالنسبة لي ما عنديش واحد إلا الله وأنت. الله يطول عمرك الشريفة، الله يعلي مقامك. يا سي الحاج والله إلا أنت السند وبلا افتخار. استغفر الله، الله يطول عمرك. يا سي الحاج الله يحفظك ويرعاك لله. الحمد لله على جميع الأحوال. الحمد لله الحمد لله. لا إله إلا الله. كنرجعك سي الحاج وكنتسنى المستمعين كاملين فين كاين شي واحد وهذا الشهر المبارك يدعيو معايا شي دعوة ديال الخير. الله يدير لي شي خرج ومخرج من هذا الضيق. الله أكبر، لا إله إلا الله. أنا مكرفسة بزاف سي الحاج بصحتي ومكرفسة بحياتي كلها من 2006 وأنا كنعاني سي الحاج. لا إله إلا الله. جاب لي الله سعودي واحد الرجل ما لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى من الله مرحبا وإلى العبد أنا متايبة سيدي ومولاي. الله يأخذ الحق في الظالمين. هذا ما نطلب الله. كرفسوني بزاف عائلته، تكرفست منه هو. لا إله إلا الله، أنا ما عندي حتى واحد إلا الله سبحانه إلا هو. ما عندي لا خوت لا خواتات لا عمام لا عائلة. عندي الوالدين توفوا الله يرحمهم يا رب. بقيت واحدة في واحد الدمامة ما قدرتش عليها، ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله. لا إله إلا الله. عندي الوليدات مع هاد الراجل وقتلني بالخيانة وأخيرتها كاع هز حوايجو وزاد بحالو وخلى الولاد. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا مريضة بزاف صحتي قتلوني بالشهوات سي الحاج ولا لي هادشي مس. لا إله إلا الله. قتلوني بصحتي ما كنقدرش نوض، صحتي كتلمل كلها لا من رجليا ولا في كتافي ولا راسي ولا. لا إله إلا الله. الحمد لله على جميع الأحوال. اللهم لك الحمد على كل حال. لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد، هذا الشيء ما بغى ربي. اللهم لك الحمد الحمد لله. هذا ابتلاء من الله. مرحبا 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 مرحبا، هذا كتب لي سبحانه إلا هو ربي عطاني هذا الابتلاء وكنترجى سيدي ربي يعطيني الصبر ديال. يا ربي يا كريم. بس صعيب صعيب بس الحج من 2006 وانت في هذه المحنة. لا إله إلا الله، لا حنين لا رحيم إلا الله سبحانه إلا هو. لا إله إلا الله. أنا ما خداماش، ماشي موظفة، غير كنضرب تمارة مع الناس. وعندي الوليدات السي الحاج والوليدات في المدينة، راه ما خافيش عليك الحال. خصك تقريهم واخا ماشي قراية ديال الفلوس، ولكن غير تا ديال الدولة راه خصك تضرب تمارة باش يمشيو للمدرسة وما ياكلوا وما يشربوا. الله أكبر. والحمد لله على جميع الأحوال، ربي ما تخلاش عليه. اللهم لك الحمد. فما كان الحال والمرض وكل شيء، ولكن يميني في الله سبحانه إلا هو وتقتي فيه كبير. الحمد لله الحمد لله. لا لا كرفت شوية غير كنتسنى نتسنى الله يدير شي فرج قريب يا رب. حرمت الله النبي وهاد العواش وهاد الشهر المبارك يفرجها عليا. خرجني من هذه الضيقة سي الحاج والله إلا عييت. يا رحمن يا رحيم. عييت صبيت صبريت خاضع الصراحة. صبرت هذا بزاف. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللي خرج عليا لا على ولادي لا كل شيء كل شيء تال. البنيه عندي جوج وليدات وبنيه وكل واحد وراي والبنيه بزاف تاثرت حتى هي في هذا الشيء اللي درنا. كنقدر مرشوشه بهذا الشعواده وبهذا. لا اله الا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. ولا الحزام هذه الدواء ديال الوسط كنقول لي أديته الله ياخذ فيا الحق قريب. الله يحفظك. واللي أداني فوت تمر إلى الله ياخذ فيه الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي سهلة عليا سي الحاج باش نعز ثلاثة الوليدات واحدة. لا خويا اللي علاش تكي الراس، لا أخت، لا والدي، لا علاش تعاود أنت شنو دارك؟ الله يفرج عليك. صعيبة صعيبة بزاف، صعيبة بزاف.
الشكوى لله سبحانه الا هو راه كذب تلفسي الحاجة في السطح كذب في السطح نبكي ونرجع سيدي ومولاي لا اله الا الله هو اللي كان تسنى ونرجع يدير لي شي خرج ومخرج من هذا العذاب يا ربي يا ربي يا كريم الله يفرج عليك الله امين امين كنرجعك ود السي الحاج الله يخليك لينا بركه وطول عمرك دايما يا شي دعوه ديال الخير والمستمعين يقولوا امين يا ربي يا كريم الله يخرجني من هذا الضيق هاني كنرجع سيدي ربي ود السي الحاج الله يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم هاي صغير الصبر يتقاضى والله صبر يتقاضى كنرجع سيدي ربي وهذا النهار المبارك وهذا العواشر المباركه وهذا الشعب من يا ربي فرجها عليا وعلى المسلمين اللي مضرورين بحالي امين يا رب الله يجعل سيدي ربي يديرنا في كل ضيق مخرجه يا رب يا رحمن يا رب يا ربي يا كريم وسمح لي يا سيدي العفو لا ننسى شكرا لك شكرا لك لا ننسى شكرا لك سمح لي بزاف الله يجازيك بخير الله يطول عمرك يا رب راه كنعذبوك حتى حنا بصداعنا وهذا الله يخليك لينا بركه العفو شكرا لك اختي نسى شكرا لك الله يفرج عليك بالعكس لا ننسى احنا دموعكم غاليين علينا بزاف وكنتاسفوا وكنمرضوا ملي كنشوفوا الناس هكذا مرض كنشاركوهم في الهم ديالهم وربي كبير سبحانه ولكن لا ننسى رغم كل هادشي اللي وقع انا لا اخاف عليك لان الحمد لله انت لما ربي اخذ منك اعطاك اخذ منك هذه الحياه الرغيده والسعيده واعطاك بدلها ايمانا قويا راسخا في النفس وفي القلب ويجري على اللسان انت كتكلمي بهذا الصوت اللي كيبان حزين ومنكسر وكنحصي الكلمات النورانيه اللي كتخرج منه رغم بكائك ورغم حزنك كتحمدي الله كثير كلمة الحمد كررتيها بزاف هذه الكلمة كررتيها كثيرا وهذه من أعظم العطايا اللي أعطاه الله تعالى شي خير كيعطيه الله يلهمه الحمد باللسان كان سيدنا سليمان عليه السلام كان أعطاه الله تعالى الرياح هدوء شهر وروحة شهر وكان عنده بساط كبير كيدير فيه الخيول والدواب والأنعام والجنود وكيمشي مسافات طويلة ما يقطع في شهرين يقطعه في دقائق في لمح البصر وعطاه الله نعيم ومرة كان واحد الفلاح كان كيقوم بذر القمح وكيقول الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله أرفع راسه للسماء ويبليه سيدنا سليمان يسير فوق بساط الريح ويلبس لباسه الملكي ويقول يا ليت لي مثل ما أعطى الله سليمان هذه الكلمة اللي قال في نفسه حملتها الرياح وجاءت بها إلى سليمان عليه السلام فهبط إليه وقال أيها الفلاح إن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم عند الله تعالى من ملك سليمان هذه الكلمة اللي أعطاك ربي اكثر من الكنز اللي اعطاني اكثر من هذا الملك العظيم الذي لا ينبغي لاحد من بعدي لا نزهى الا كان ربي عز وجل ابتلاك واخذ منك هذه الحياه الطيبه هذه الحياه السعيده انظري ماذا اعطاك اعطاك الله عز وجل اعطاك الالهام بالذكر كلمه الحمد والشكر انت الحمد لله مرة مؤمنة وما نخافش عليك لان اللي غير مؤمن خاف عليه يتصاب بالاكتئاب يتصاب بالانهيار يفكر يدير شي تصرف غير منطقي فانه غادي يلقى صعوبه كبيره ولكن بالمقابل للنزهه انت الحمد لله مؤمنه وصباره وان شاء الله ربي ما يخيبكش نهائيا الاخت نزهه يبدو بانها كتعاني من ظروف صعبه يعني الأسرة ملي كتكون مندمجة بين الزوج والزوجة والأولاد أكبر نعمة نعمة أن يكون هناك تفاهم بين الزوجين ورغد في الأولاد لكن حينما يبتلى أحد الطرفين بتصدع نزهة سمعنا منها بأنك تعرضت لخيانة زوج ديالها ربما مشى عند مرة ثانية أو ثالثة ومن كلامها أن هذه الخيانة اللي يقوم بها الزوج ماشي من نفسه يعني أنه وكأن هناك شعوذة هذه الشعوذة غتنتقل لها بالمرض كي الله يسترنا ويستركم كيستعمل الشعوذة كيفرق بين الزوج والزوجة ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه شحال ديال الناس الان مفروقين
والسبب ماشي علمي ماشي قانوني ماشي مادي، السبب غير معروف، والسبب في الغالب كيكون شعوذة يفرق بين الزوج والزوجة. ثم كلقاو الشعوذة في أحد الأطراف، واحد كيغيب كتلقى كيطج من الدار، والثاني كيمرض. الطرف الأول غالبا الرجل كتلقى كيغيب، شحال ديال الرجال دابا الآن مفقودين، والزوجات كيقلبوا عليهم إلى سولناهم، وكنعرف عدد منهم كتلقاه هربان طاج مالو ما عرفش علاش، شعوذة خلته يضيع، إما كيمشي غير يتسكع في الطرقات، وإما كيمشي عند واحد المرأة معينة هي اللي جذبته بقوة الأعمال ما يسمى بالسحر الأبيض ديال جلب الحبيب. والمرأة كيوقع عليها في الغالب كيوقع على انهيار، كيوقع على التمارض، التمارض يعني كتعود كلها مريضة ولا تدري أين تذهب، واش تمشي عند الطبيب ديال الراس عندها شقيقة في الدماغ، أو تمشي لعند الطبيب ديال البطن كتشعر بالأوجاع بومزوي، أو تمشي للطبيب ديال العظام كتلقى عظامها كلهم ضارينها، أو تمشي للطبيب ديال الجهاز التناسلي عندها الحريق في المهبل، أو عندها كل ما عندها والو، وإنما هذا كتسمى التمريض، كيتنقل كل نهار كيضرها عضو من الأعضاء، ويقدر يتحول إلى مس، ولكن مس راه كيشدها وكيخنقها. كاين مجموعة ديال النساء الآن وقع عليهم بحال النزهة، كيوقع عليهم مسون، كتلقى كل ليلة كتعذب من اللي كيطيح الظلام، كتشعر بالرعب، عارفة بأن ما غتنعش، يلا كتنعس وكتبغي ديها واحد النومة، كتشعر بالتنمل في رجليها، وكيبقى يطلع التنمل حتى يصل إلى أعضائها ويصل إلى أماكن حساسة، ثم يخنقها ويعبت بها. هذا كيتسمى المس العاشق، كيعود يحقر باش المرأة ما تفكرش في الرجل ديالها. هادشي كثير في المجتمع، وانا كنشوفو بعيني عدد ديال العائلات كنلاحظهم وكتعيش معهم هذه المعاناة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رغم كل ذلك الفرج قريب للنزهة، الفرج قريب، وانتي مؤمنة، وربنا عز وجل كما سن الابتلاء فإنه فرض الفرج. ونطلب من السادة المستمعين الله يجزيكم بخير، هذه أختكم نزهة، ندعو معها واحد دعوة دي الخير. اللهم يا رب العالمين، يا لطيف يا خبير يا حفيظ، اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادر. يا ربي هذه المرأة تعلم بأنها صبارة، وتعلم بأنها متسامحة، كتقول لكن من عند الله مرحبا به، ولكن من عند العبد الله يغفر لنا ولهم، لا تريد انتقاما من أحد. اللهم يا لطيف، يا من بخلقه لطفه شامل، ويا من خيره لعباده وصل، ويا من ستره على عباده سابل. اللهم يا رب نسألك أن تلطف بأختنا نزهة، اللهم الطف بها يا كريم، اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع طريق، اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع طريق، اللهم أمنها مما تخاف. اللهم يا رب يا كريم، ألطف بها يا أرحم الراحمين، واشفها وعافها اللهم، وأزل عنها هذا المرض، هذا المس. يا ربي باعد بينها وبين هذا المس كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا ربي نقيها من هذا المس بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل بينها وبينه حجابا مستورا لا تراه ولا يراها. اللهم يا ربي يا كريم، وفك عن هذا السحر بينها وبين زوجها، إن كان سحرا وأنت أعلم به ففكه يا رب العالمين وأبطله. اللهم إن كان سحرا مربوطا أو مشموما أو في رجل طائر حتى يغيب الرجل، اللهم يا ربي يا كريم فكه، فك أسره يا رحمن يا رحيم بحق قولك. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المفسدون والمجرمون. اللهم يا رب عجل 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 بالفرج، لأن هؤلاء السحرة كيديروا السحر في رجل ديال طائر غراب أو غيره، وكيبقى كيهرب وما كيرجعش مرة تانية، ما حدك السحر في رجل ديال طائر. اللهم فكه يا رب،
اللهم يفكه يا أرحم الراحمين، ورد أختنا نزهة مع زوجها ردا جميلا. اللهم ألف بينهما أينما تكون، ياتي بكم الله جميعا. اللهم اجمع شملهما وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اللهم اجمع بينهما على المحبة والمودة. اللهم اطفي هذا الغضب، اللهم اصرف عنهم كل سوء وكل بلاء. اللهم أختنا نزهة أعينها على أولادها، وارزقها يا مولانا رزقا وفيرا، ارزقها رزقا كثيرا، ارزقها رزقا موسعا طيبا مباركا. اللهم يا رب اجعل هذه الساعة آخر أحزانها، واجعل يا رب الأيام القليلة المقبلة تفتح له أبواب التسير، وتفتح له أبواب السعد يا رب، ما أن يقبل رمضان المكرم المنعم حتى تكون مع زوجها في بيتها على المحبة والإيمان والطاعة، واجمع أولادها على 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 المحبة والإيمان، واجمعهم على على الخير، واجمعهم على التيسير، وارزقها يا مولانا رزقا حسنا، وعجل لها بالفرج يا ربي، عجل لها فرج. اللهم لا فرج إلا فرجك، اللهم لا لطف إلا لطفك، ففرج عنها كل هم، فرج عنها كل غم، فرج عنها كل كرب. اللهم ارفع عنها هذه المحنة، اللهم ارفع عنها هذه البلية، اللهم ادفعها بيدك القوية، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا رب العالمين. واللحظة اتصل واحد الشريف قال لك بغي يتساعد مع ليلى نزهة ويقدم لنا المساعدة الممكنة. إن شاء الله بعد البرنامج نوصل هذا الشريف مع ليلى نزهة. الله يطول عمرك سيدي، الله يزيدك في المداد والخير والبركة والتيسير. شكرا لك، حفظك الله ورعاك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.